السلام عليكم. سأتكلم الآن عن برنامج عن أفضل برنامج مترجم عربي إنجليزي أو إنجليزي عربي حسب تجربتي الشخصية. يمتاز هذا البرنامج أولا بصغر حجمه وأنه لا يحتاج إلى إنترنت وإمكانية لفظ الجملة وتطلب ذلك الاتصال بالإنترنت. أولا ندخل إلى البرنامج، مثلا نكتب أي جملة أي كلمة على علتين، مثلا school نضغط عليها يعطينا أكثر من ترجمة وهو يضاهي جوجل ترانزليت وربما أجمل وواجهات المخاطبة فيه أجمل. إذا أردنا أن يلفظ الكلمة نضغط على pronouns فيلفظها. أحيانا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت إذا أردنا أن نلفظ الكلمة. هذا الشعار في النوتيفيكيشن بار هو للوصول السريع، مثلا إذا أنت أردت أن تصل إلى البرنامج بسرعة فقط تضغط هنا ويفتح البرنامج. إذا أردت إخفاء هذه القائمة في النوتيفيكيشن بار فقط اذهب إلى سيتينج وألغي الخيار شو ايكون اون نوتيفيكيشن بار وتذهب هذا الخيار. هذا كل شيء فيما يخص هذا البرنامج، بالإضافة أنه هناك العديد من الأشياء الجميلة فيه. مثلا ممكن أن يجري لك اختبار بالكلمات التي بحثت عنها، هنا الهيستوري الكلمات التي بحثت عنها، هنا الجيمز مثلا نضغط على الخيار الأول سيجري لك اختبار مثلا هذه الكلمة ما هو معناها، تضغط على المعنى المحتمل لها وتضغط next، لكن المعنى هنا خاطئ كما نرى. هذا كل شيء فيما يخص البرنامج. شكرا للمتابعة.